في سعيد حظ يكسب كوبون ب 500 جنيه ومعاك بون تاني ب 1000 جنيه، تحبي تكسبي معانا؟ ميرسي شكرا. ايه سبحان الله عامله لي فولو يا جماعه. لما كنا في وزاره الشباب والرياضه. حرام مالكش في الرياضه بتقولوا رياضه ليه؟ انت فاكر انك هتكسب وكده؟ انتوا ايه بتهيصوا على ايه؟ احنا مش في مكتبه. بعد اذنك معلش. انا عايز النصيحه صح. هي يو احنا النهارده في اسكندريه وابلكيشن وفره بيحتفل بعيد ميلاده ال11 وادانا كوبونات فيها جوائز وخصومات وما ادري شنو عشان نوزعها على الناس، فيلا بينا نشوف الحوار ده. هنروح نجيب الكوبونات بقى، يلا بينا. اهو ابلكيشن وفره. سلام عليكم. انت مجهزهم على طول؟ ودع الدنيا يا فنان. خصومات وهدايا وجوائز و الله 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 الله. البرومو كود ايه ده؟ الحمد لله. الاخبار والله العظيم اصطبحنا كده على الصبح والله. اه والله افتتاح البطرمان. يلا اتفضلي. مبروك كسبت. حلو ومشروب كسبت. انت من اسكندريه؟ اه صح. ولا انت من فرع هاوس اوف كوكا؟ الف مبروك يا فنان. اتكلي بقى على الله عشان هيتنتش مني. الو السلام عليكم، تحبي تكسبي معانا؟ لحظه انت اتخضيتي ليه؟ بنوزع جوائز. ميرسي شكرا. بنوزع جوائز. ما نسألك وتجاوبي وكده. ماشي موافقه. يا الله كتر خيرك. دلوقتي وفرها بيوزعوا جوائز بمناسبه عيد ميلادهم ال11 والمدري شنو، بس لازم تجاوبي على بعض الاسئله عشان تكسب. مصارعه ولا رياضه؟ رياضه. 7 في 9 بكام؟ لا رياضه. ده علم علوم اساسا. ماليش فيه. قولي لنا اكبر مبلغ وفرتيه في حياتك. 10 تقريبا. 10 جنيه؟ 10000. 10000 وفرتيهم ازاي؟ ده في حسابك؟ طب قولي لنا اكبر مبلغ لقيتيه في الشارع. كان 10000؟ 600 تقريبا. 600 جنيه؟ اه. ده لقيتيهم فين؟ بحري هنا اهو. لا كنت فاكرها 200 بمسكها كده لقيناها 600 عادي. لقيتوها؟ اه عشان في اسكندريه هي بس لقيتها، بس هم بيحبوا يجمعوا هنا. 7 في 9. 7 في 9. اللي هيغششه هيصاحبكم هيخسر. هقصيه. يعني هرميه بره. هرميه بره. 63. نرجع للفار. 63. مين اللي غششهولك؟ كبير. طب رياضه، عايز رياضه؟ اسم فينيش ريميستيريو. لا ايه ده؟ انت فاشل في الرياضه بتختارها ليه؟ اسمه ايه؟ 619. هو انت ما بتعتمدش على نفسك ابدا؟ كل الاجابات خارجيه. طب اسال في الكوره. طيب في الكوره ها؟ النادي اللي كان بيلعب فيه كريستيانو قبل مانشستر يونايتد، اول نادي خالص. لا سهل. قالها لك. قالها. يا اخي يا اخي يا اخي، ده انت طلعت لي منين يا اخي؟ حرام مالكش في الرياضه بتقولوا رياضه ليه؟ بصي بقى كلها هدايا وجوائز وبيه. انت فاكر انك هتكسب وكده؟ هما كاتبين لك كده؟ وجبه سندوتش برجر 200 كومبو الفردين من 200 كومبو؟ اه والله. ده فرح. برجر 200 يعني 200 جرام. اتنصب عليكي قبل كده؟ اه. ايه قولي لنا؟ إيه كنت عايزه اعمل حاجه على السوشيال ميديا وكده. بيعملوا ايه على السوشيال ميديا وبتنزل؟ عليا. بكام؟ 800 جنيه. يعني 800 جنيه؟ لا النهارده وفرها هتعوضك ومش هينصبوا عليك. عيد ميلاد وفر. لا الناحيه التانيه مفيش حاجه. فاضيه؟ وفرها نصبوا عليها. السلام عليكم. اول واحد يقول لنا 6 في 7 بكام هيكسب معانا جايزه مبلغ وقدره؟ 42. 42 اجابه صحيحه. رجعنا للكنترول. الف مبروك. هو ايه اللي 76؟ طب انا اسالك سؤال ولو جاوبت هتكسبي معانا برضو. ايه هو اسم فينش راندي اورتن؟ لا معرفش. فين اسمه فينش راندي اورتن؟ سقفه كبيره ليها ما شاء الله. هنديك اختيارات. اسمه سي سي او ار كي او سي دي او ار كي او ار كي او. اجابه صحيحه. هو اللي يكسب عشان غششالك برضو. اتفضل معانا هنا في الانتري. هات بقى ماتراماني الجوائز عشان غششتها عشان نتعظ. ما حدش يغشش حد يا جدعان، كل واحد يكسب بمجهوده. هي بقى سبحان الله اللي بيغش الوسايط والمحسوبيه الى اخره. امانه بالله عليك. مبروك كسبت ايس كريم من كولد ستون. الف مبروك. شفت بقى اللي بيغش وقصايط ومحسوبيه. شكرا. تحبي تقولي ايه الكولد اللي وفق ليه؟ يلا يا عم الحاج تناصيل لمخه في الكلام. وانت يا عيني قاعده كده هاديه غلبانه انت اي حاجه انت قاعده بتشحتي. احنا ممكن نسالك بعض الاسئله عشان تكسبي معانا؟ صعبه عشان كنت. لا لا اسئله سهله. خليكي في الافلام. لا طب هنسالك في الافلام. بيقول له يا عم انت فاكرني جده اول منزل اجيب جن. مين ده؟ فيلم ايه؟ احمد زكي تقريبا. احمد اسمه ايه؟ احمد سانتا. طير انت. هو كان في طير انت؟ لا لا مش عارف. انا رجعت الكنترول والله. مش طير انت. لا تراجع خالص. الراجل ده كسب معانا تاني. اتعصب ساكتة يعني. مش لا لا هنكسبك هنكسبك. ده فاضي ده خالص. انت ايه حق انت؟ وانا ايه؟ مش هكسب. مبروك كسبت خصيمة شراء بقيمة 500 جنيه صالحة على كل عروض ابلكيشن وفرها. 500 جنيه الف مسافة كبيرة ليها. كسبتي 500 جنيه معاه. هو كله بيكسب الا انت. انا اللي بجاوب اصلا يعني. اعمل بيهم ايه بقى؟ خش على الابلكيشن رصيد بقى اكل ومرعى وقلة صنعة. انت خلاص مش محتاجة تشتغلي تاني مدى الحياة. طب ايه الابلكيشن ده اصلا؟ ايه الابلكيشن ده اصلا؟ انت شكلك كده راجل شقيان.
واتضحك عليك في الدنيا ما حدش ضحك عليا بس شقيان شقيان بقى. طب قول لنا على نصبايا اتنصب عليك قبل كده؟ لا الصراحه لا على اخويا بس ما لكن انت سندال وقد انا منه الاسكوتر بتاعه. لا لا ايه هو اسم فينيش راندي اورتن ار كيو؟ مين اللي غششك بقى؟ مين اللي غششك انت؟ ايه انت ايه حكايتك بقى؟ انا اتنصب عليا. انت اتنصب عليك؟ اتنصب عليك؟ ايوه وانا صغير كنت في ثالثه ابتدائي جبت ايس كريم 3 جنيه. جبت ايه؟ ايس كريم من راجل في الملاهي ب 3 جنيه، اديته 5 جنيه، الراجل راح مرجع لي جنيه وانا ما بقتش فاهم الباقي قد ايه، رحت ركبت قطر الموت ومسكت الايس كريم والحسه كده، عمال افكر بحسبها ال 5 جنيه ناقص الثلاثة. الموضوع والله والله ما محتاج كلها بتصوت في قطر الموت وانا ماسك الايس كريم. طب انا هسألك سؤال وقال سرعة بين كنتر اتنين يا غشاشين، 6 في 6 36. امال ايه ما عرفتش تحسبها ليه وانت صغير؟ اختار. مبروك كسبت حاجة ساقعة من الكشك. فين الكشك؟ يعني حسبة الخمسة جنيه دي كانت عطلانة معاك على ايه؟ يعني انت الموضوع ده عمل لك فروع بقيت مهندس. بيقول الاغنيه دمهم تقيل، فاحنا عايزين نشوف الموضوع ده حقيقي ولا لا. قول لنا نكته. بيقول لك مره واحد اشترى عربيه ركنها على اليمين. ايه ركنها على اليمين؟ ايه مره واحد اشترى عربيه لعيب كوره اشترى عربيه ركنها على اليمين. انت نسيت لعيب الكوره. نسيت لعيب الكوره دي حقيقه يا جماعه. مبروك كسبت قيمه شراء بقيمه 1000 جنيه صراحه على كل عروض قبل كده. يا نهار ابيض كسب ال1000 جنيه يخرب بيت الحلقه. سبحان الله هي الدنيا بتدي اللي مش عايز والله العظيم. بعد اذنك معلش انا عايز النصيحه يا صاحبي. ولسه مكملين معاكم الفعاليات. احنا دلوقتي عشان عندنا عدد لا باس به من المتسابقين فهنسال اللي يرد بسرعه يكسب معانا. سهل جدا. هنقول اف من فيل. كان بيقول لي عم هو انت فاكرني جد اول ما انزل اجيب جن؟ هو انت فاكرني فلوس اسمه ايه؟ حزلقوم. حزلقوم حزلقوم فين؟ انت راجع على استسلام. الله ولع يا ابويا. ايه ده هو ليه بيقول اللي بيكسب؟ البطرمان ده في مش هتاخد البطرمان كله الصبر في كل ما لذ وطاب. يعني بص قلب براحتك اختار جوائز هدايا. مبروك كسبت وجبة 3 قطع كومبو من دجاج. الله عليك. الف مبروك. تحبهم سبايس ولا عادي؟ انا عملت اعلان لك ممكن اخدها عادي. نسال تاني كله اكل كله اكل. لا في اكل وشرب وفلوس وما اجهزه كهربائيه. في اجهزه كهربائيه ودي فريزر ومضرب النسكافيه. اسم فينيش ريمستيريو 619. مبروك يا بولا. هو ليه بولا اللي بيكسب؟ 11% كاش باك تنزل لك رصيد على محفظه توفرها لحد 100 جنيه. مبروك يا ريد. الله الله الله. هو انت ايه حكايتك بقى؟ نفسي بولا يكسب يعني عشان نمشي نتكل على الله. ابوس ايدك اكسب. ايه ده؟ ايه ده؟ ده فاضي. هو انت ايه حكايتك يا بولا؟ بقول لك ايه البطرمان بيخلص مني. ما خلينا نختار. طب اختار انت. اختار. انت بتعمل ايه؟ مبروك كسبت قيمه شراب بقيمه 500 جنيه صالحه على كل عروض ابلكيشن وفرها. يا راجل فينك من بدري يا راجل؟ فينك من بدري يا راجل؟ الدنيا الف مبروك ربنا بنجاح بولا البطرمان. كان بيقول له يا عم هو انت فاكرني جد اول ما انزل اجيب جون؟ ده كان من فيلم ايه؟ تراجع على استسلام. انت كنت موجوده؟ طب ما تليفوناش بقى يا اخوانا عيب كده. ايه هو اسم فينيش راندي اورتن؟ معرفش. طب ريمستيريو لا مش عارف. لا ده انت غشاها. ده السؤال اللي قبل. احنا عايزين نكسبك والله. اسالني اسئله سهله. اسئله يا نهار. عامله لي فولو اي حاجه. عامله لك فولو. ما تهزري. لا اشوف عامله الاستوديو مصر فولو. استوديو مصر. ماشي وريني. سبحان الله عامله لي فولو يا جماعه. يا مش ممكن. مش لا دي تكسب معانا بقى ولا ايه؟ الجوائز كتير بقى. ما يهمكيش اصحابي كله بيكسب. الميلاد وفرها مش مكتوب حاجه. دي ورقه بيضة. ما 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 يا مؤامره كونيه. الهدايا كتير بس اتحشرت. لا بقى ايه ده بقى؟ انت سحبت الورقه تاني. ستوب يا ابني. تعالي بقى عشان احنا النهارده فكك من الجوائز والحاجات دي. عامل ايه مع حوار الطول؟ بنعاني والله. بتاعت في المواصلات يعني اكتر. رجلك بت شفتك كده قلت زميل الكفاح والمعاناه. انا جايبك النهارده عشان اعوضك. هكسبك عروض من وفرها وخصومات وهدايا وجوائز تصل لملايين الدولارات. افتح يا باشا وما يهمكش. طب روك كسبت رصيد العاب بقيمه 500 جنيه في فروع ملاهي ماجيك بلانيت. الف مبروك يا فنان. ولا على فكره هم 550. انت ليه بتقول 500 بس؟ 550 معلش. انت بتخسر في ال 50 جنيه؟ انتوا اذاعه ايه؟ صوت الشباب والرياضه. انتوا وزاره الشباب والرياضه. شباب الرياضه. فاكرنا ولا مش فاكرنا؟ طبعا فاكركم. يا نهار ابيض لما كنا في وزاره الشباب والرياضه. ولا كنا في ايه؟ اقول الشباب والرياضه سقف على طول. كنا في اسماعيليه. كنا في اسماعيليه في وزاره الشباب والرياضه اللي في اسماعيليه. ولا ايه؟ ما انا ما فايه رايك في تكني وايه رايك في الاجواء اللي هنا والدنيا وايه رايك في الناس برضه؟ هو ده ايفنت بيقولوا. لا بصراحة الايفنت حلو بصراحة.
وحوار التكنولوجيا مهم جدا في العصر الحديث. نعمل ندوة مش ده اللي نقدر نعمل وزارة الشباب والرياضة طبعا المفروض تساعدنا في الموضوع ده، نعمل مبادرة لا للتكنولوجيا نعم للمونتاج، ولا مش عايزين عشان وزارة الشباب والرياضة نشكرها طبعا شكرا جدا. سلام عليكم. سلام عليكم. ودلوقتي معانا الاخوان شوقي توأم. اسمك ايه؟ بسام. شهاب. انتوا توأم فعلا؟ وزارة الشباب والرياضة بيطردونا، بيطردونا. مبروك كسبت 5000 جنيه بس بعد خصم الضرايب والقيمة المضافة للمستحقات وعرق الرجالة هيوصلك منهم 11 جنيه. ألف مبروك يا فنان. كتير قوي. ما معلش بقى بعد القيمة المضافة. وزارة الشباب والرياضة يا سيدي. يا جدع سامع سامع. انت كسبت معانا ولا صح؟ هيطلع برضه 11 جنيه ولا ايه؟ سامع عليك ما كسبش حاجه، ورقه فاضيه. دلوقتي بقى معانا كام كارت، هنشوف الناس اللي عامله لي فولو هكسبهم. عامله لي فولو؟ عامله لك فولو. وريني اهو. الله يا ما خلاص ده انت عامله لي فولو جدا. ده فولو جدا. مبروك كسبت 4 تذاكر لباقه الصيف في سكاي مصر. اعمل ايه؟ 6 اكتوبر. بجد؟ بجد هسافر 6 اكتوبر. هي قالت كسبت. كسبت اسكندرانيه وفي 6 اكتوبر في القاهره. ايه 6 اكتوبر بتاعت القاهره؟ مش هنروح نصيف يعني؟ لا 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 مش هي 6 اكتوبر دي فين؟ هنروح نصيف. نصيف في 6 اكتوبر؟ عامله لي فولو اهو. وريني. مفيش نت. تقول والله العظيم عامله لك فولو. والله العظيم. خلاص مبروك كسبت معانا. اختاري ورقه. اللي هيلعب يركز معايا. انت غني ومدك الفلوس وبتشتغلنا. طب ينفع يعني كده انت ما ثقش بقى في الفولو؟ انا اسف. انتوا ايه بتهيصوا على ايه؟ احنا مش في مكتبه. كسبتوا ايه؟ انا عايز اكسب معاكم. يلا اهو كوركت انسر. كوركت انسر. انتوا مساحه اللي يمسح الكود معاك فوطه. ايه 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 احمر ولا ازرق؟ ازرق. لا 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 مش ازرق. وكده الفيديو خلص، فاشوفكم الفيديو الجاي. هب هب.